مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. إن الجميع يرغب في أن يحس بالأمان والسلامة، وربما قد يرى البعض بأن الأمر يحتاج لجيش أو رجال أمن خاصين. لكن وكما نعلم جميعا، يمكن لبعض سلالات الكلاب أن تفي بالغرض، ولهذا إليكم اليوم كلابا أفضل من جيش في هذا الصدد، بحيث أنها تعتبر من أكثر كلاب الحراسة المخيفة على الإطلاق، بحيث أنها معروفة بكونها دفاعية للغاية عن أصحابها، وبعضها تم منعه قانونيا في عدة دول حول العالم، بينما قد تفاجئكم قوة بعضها بالتأكيد. فابقوا معنا ولا تذهبوا لأي مكان. لكن وقبل ذلك، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. كلب الماستيف التيبيتي. هذه الكلاب تعتبر من أفضل كلاب الحراسة على الإطلاق لكونها من أقوى السلالات، وتعود أصولها لإمبراطورية شينغ الحاكمة في الصين، كما تم استعمالها ككلاب حرب من طرف الصين وأيضا الأوروبيين. وقد يكون حجمها كبيرا، لكن ما يزيد من ضخامة شكلها هو وبرها الكثيف الذي يكون عادة أسودا أو بني اللون، وتزن أكثر من 150 رطلا، بينما يبلغ حاصل قوة عضتها 556. يجدر الذكر بأن من يستخدم هذه الكلاب للحراسة هم الناس الأغنياء فقط، لأن سعر الواحدة منها يبلغ أكثر من 500 دولار. أما إن أردتم النوع النادر والذي يتميز بلون شعر بني مائل، فالسعر يبدأ من 1.5 مليون دولار أمريكي. دوغو أرجنتينو. الكلب الأرجنتيني عبارة عن سلالة كلاب ذات عضلات قوية تتمتع بقوة هائلة، وقد تم تطويرها أول مرة في الأرجنتين بهدف استخدامها في ألعاب الصيد للإمساك بفرائس مثل الخنزير البري. لكن ونظرا لشدة تعلقها بأصحابها وإظهارها نزعة دفاعية شديدة حيالهم، أصبحت كلاب حراسة بعد ذلك أيضا. الجدير بالذكر هو أن عدم تدريبها بشكل جيد قد يكون له نتائج عكسية، ولهذا تعتبر ممنوعة قانونية في أماكن مثل الدنمارك والنرويج وفيجي وأيسلندا وأستراليا وعدة دول أخرى. فقد تم استخدام هذا الكلب لاصطياد الفهود الأمريكية حتى، وتتميز بطاقة كبيرة ما يعني قدرتها على الجري لمسافة طويلة. عضلاتها القوية تجعلها تزن حوالي 100 رطل، وحاصل قوة العضة لديها يبلغ 500. كلاب الكنغال. هو كلب يتواجد بكثرة في تركيا ويعتبر من أشهر كلاب الحراسة هناك. يمتلك الكنغال جسما كبيرا مقارنة بأغلبية سلالات الكلاب المعتادة، ويمتلك أسنانا حادة أيضا، ويستخدم لحراسة الأطفال. يبلغ وزنها 150 رطلا، أما قوة عضتها فتبلغ 745، ما يعني أنها قوية جدا وتمتلك أقوى عضة كلاب في العالم. ورغم أنها تستخدم لحراسة القطعان والمواشي من الذئاب، إلا أن هذه الأخيرة تمتلك حاصل قوة عضة مقدارها 1200، ولهذا يتم تزويدها بذوق حماية حتى تكون أكثر مناعة ضد الذئاب. الروتولير. الروتولير كلاب مشهورة في العالم كله، وتمتاز بعضلاتها وقوتها، وقد استخدمت في الحربين العالميتين ككلاب حرب، بل استخدمت في مصارعة الرومان أيضا منذ مئات السنين. حاصل قوة عضتها يبلغ 330، لكنها تستخدم في بعض منافسات جري الأوزان أيضا. كلب الدوبرمان. ومرة أخرى مع سلالة كلاب معروفة، وهنا نتحدث عن الدوبرمان التي تعتبر كلاب حراسة ممتازة، وقد تم استخدامها لأول مرة من طرف جمع الضرائب، وذلك لأن جمع الضرائب قديما اعتادوا على السفر بأكياس الأموال لمسافات طويلة جدا، ومع مرور السنوات تم استخدام هذه الكلاب من طرف أجهزة الشرطة في عدة دول. وبما أنها كلاب ذكية، فقد تستخدم في عدة أمور كالحراسة والبحث والغوص كذلك، ومرافقة المكفوفين والعاجزين. وقد استخدم الجيش الأمريكي هذا الكلب في الحرب العالمية الثانية أيضا. كلب وولف هاوند الإيرلندي. قد تبدو ذات مظهر لطيف، لكنها أحد أقوى كلاب الحراسة في العالم، فهي أطول سلالة كلاب في العالم من بين الأسرع أيضا،
وتمتاز بالذكاء رغم ضخامة حجمها، ما يتيح لها التعرف على الخطر سواء كان بشرا أو حيوانا مفترسا، وتستعمل لصيد الذئاب والخنازير والظباء وغيرها. قوة عضتها تبلغ حوالي 450 فقط، لكنها معروفة بشجاعة منقطعة النظير. كلاب روديسيان ريدجباك. والآن مع هذه الكلاب شائعة الاستخدام في روسيا، فرغم استخدامها من طرف الصيادين أيضا، إلا أنها تستخدم للحراسة ومسابقات الجري أيضا، وبسبب قوة تحملها الكبيرة تعتبر كلاب حماية جيدة، لكن قوة عضتها تبلغ حوالي 230 فقط. وفي النهاية يجدر الذكر بأن السبب الذي يجعل من الكلب حيوانا سيئا هو مالكه، فمعظم الكلاب وفية واجتماعية ومحبة للبشر بشكل طبيعي، لكن التصرفات وطريقة تربيتها قد تلعب دورا كبيرا في جعلها أسوأ. فما رأيكم بخصوص هذا الفيديو يا أصدقاء؟ أخبرونا بأرائكم وأجوبتكم أسفل الفيديو في قسم التعليقات.